Bonsoir à toutes et à tous. الزول في اللون يتما يسمى الزول مقران. مرحبا يسون، ان شاء الله هاتي ليم لاباس. اسا الخميس 21 سبتمبر 2023، مرحبا بكم. Bienvenue à toutes et à tous. Inch'Allah, on va parler sur un sujet un peu triste. C'est pour ça que je n'ai pas fait, comme d'habitude, de musique ou de chanson. Mais il y a un peu de choses qui sont tristes. Ou il y a un peu de choses. كلموني بعض من الناس وبعثوا لي خبر يعني مؤسف، خبر مؤسف جدا. صرا في عين دفلة، وين اون فامي كومبوزي دو 3 بيرسون ايتي ديسيمي. هل العائلة هذه تم ذبحها في بوراس بمليانة ولاية عين دفلة. نتكلموا على هذا السوجي هذا. قبل هذا حبيت نجاوب بعض الناس اللي كتبوا لي ويمدوا في رأيهم ونشكرهم بزاف بزاف بزاف. نشكر الأخت خديجة المغربية، الأخت الكريمة الفحلة الأمازيغية، يعني ربي كثر من مثالك يا الأخت خديجة. أن نحسبك واحدة من العائلة نتاعنا. فريمون الله يطول في عمرك، والله إن شاء الله يعطيك واش تتمناي. مرأة في المستوى يعني حتى كل كومونتير نتاعها يعني بكل أدب وكل يعني فريمون الله يبارك الله يبارك في الأخت المغربية. وبوغ لي جون ثاني اللي كتبوا لنا بزاف ثاني يعطيكم الصحة، الناس اللي ديما في المستوى. بعض من الناس يعني ماهوش بزاف، فئة قليلة يعني يفالي ان تو بو فيغ ان موند كيما يقول واحد. على كل حال الناس المكثرية لا ماجوريتي الحمد لله ما عندي ما نقول فيهم. الناس اللي تبعوا في القناة نتاعي نشكرهم بزاف بزاف. والناس كيما قال واحد نو زافون بريسك لا ميم لا ميم ايديولوجي، نو زافون لو ميم كونستا. بعض من الناس برك زوج ولا ساعه ساعه ولا واحد ولا ساعه اللي ما يلقى ما يدير، يبدا يهوش كيما يقول واحد، يبدا يلوح برك قال كيفاش تقول باللي تبون تكلم بالعربية ولو كان تكلم بالفرنسي، واش كان رايك سيد؟ هذا جاوبته، هو طرح سؤال وجاوبته، قلت له يا ولدي تكلم بالفرنسية ولا بالعربية، هذو لغات أجنبية، هذو لغات أجنبية، مي سامبلومون بالفرنسي خير. خطرش لا لونغ فرونسي سي اون لونغ دو سيونس، خير من العربيه خير. والناس ثاني اللي الناس تفهم الفرنسي وتفهم الانجلي خير من في القاعه. قداش كانوا الناس اللي يفهموا العربيه ثم في القاعه، وسيرتو العربيه تاعنا حنا الجزائريين، واش من عربيه ما كان العربيه لا والو. كيما قال واحد ديجا لو كان مشي تبوني اللي كيما قال واحد يعرف يتكلم بالفرنسي ما كانش يدير غلطات كي كان يتكلم، كي كان يتكلم ما كانش يدير غلطات، دار غلطات على كل حال ولا غالب واش تحبوا سي كوم سا. هذا السيد هذا ما عجبوش الجواب نتاعي، قال لي انتوما فو ريغريتي لانديبوندونس دو لالجيري، وبزاف من مثالك اللي الكون لقاو فرنسا قعدت. هو يعني باش نكونوا واقعيين ونكونوا لو كان الشهداء بعد يتقعدوا ويشوفوا الوضع اللي رانا فيه درك ويشوفوا الناس واش كيفاش عبثوا بالبلاد، والله العظيم لا كانوش يهزوا السلاح خلاص، وما كانوش يديروا الحرب خلاص، وما كانوش يخرجوا فرنسا. هذه من نعطيها لك حاجه رسميه. دونك انا ما حضرتش الوقت كيف اسمه فرنسا وقت الاستعمار، ما حضرتش انا، ما كنتش ما زدتش الوقت هذاك. بصح انا نقول لك لو كان الشهداء نتاعنا الابطال
حضروا اليوم الشيء هذا، هذا الشيء رانا عايشين فيه درك، امبوسيبل يخرجوا فرنسا، امبوسيبل. وهذه وحده. ثانيه، انا سكو جو روغريت، سكو يعني الشيء اللي نتاسف له، هو ان خرجنا فرنسا لبنات الجزائر وخلينا المستعمر الاول اللي اليوم مازال يسب ياكل في الغله ويسب في المله. هاي المشكله، هذا هو اللي انا نتاسف له. اللي نتاسف له هو نورمالمون نخرجوا ساعه كيف اسمه الكوليزاتور الاول اللي دخل علينا الاول، هذاك هو اللي يخرج الاول. انا نعطيك مثال، نعطيك مثال. انا قاعد في المكتب نتاعي ويدخل عليا واحد، يدخل عليا واحد بالذراع، قال اخويا نقعد معاك هنا بالذراع. صح، هاو قاعد. واش يدير السيد هذا؟ المكتب يزينو ويزيد يجيب حوايج ويخدمو مليح، يخدمو اكثر من خير من اللي كنت فيه انا بكري، خير من درك. ومن بعد يجي واحد اخر، يدخل علينا واحد اخر ثاني، اوكي. هذاك الاول هذاك يقول لي هيا نتعاون انا وياك نخرجوا هذا الثاني هذا. نمشي نو. اذا باش نخرج، نخرجك انت الاول ساعه، باسكو انت هو المستعمر الاول، هو كيف اسمه هذا الثاني هذا اللي جا. الثاني هذا يعني غلطت قبيلت، قلت لكم الانسان اللي يجي يدخل، اللي يجي يدخل الاول، يجي الاول يدخل بالذراع، يدخل بالذراع المكتب، ماهوش يعدل ولا يدخل بالذراع اللي في المكتب. وكيما قال واحد وما يدير والو. ومن بعد يجي الثاني، يجي الثاني يبني هذا المكتب هذا، ويزيد يدير له بريمير ايطاج، ويزيد يعدلو ويزيد منها، يثور الاول هذا يقول لي هيا انا وياك نتحماو على هذا الثاني اللي جابنا المكتب نتاعك وعدلو منه نخرجوه. نقولو لا يا اخي، نورمالمون نخرجك انت الاول، هذه هي اللي نقولها لك. ويزيد يقول لك انتوما حبيتو، انتوما حبيتو فرنسا تقعد كيما كتبت لك. واحد كيما يعرفش الناس كان لاه يحاجف الناس، كان لاه ما تعرفش الناس تتكلم نامبورت كوا. انا الدوار نتاعي دشرا، الدوار نتاعي اول نوفمبر، ليله نتاع اول نوفمبر بور لا ديكرونشمون تاع لا ريفوليسيون، دارت في الدوار نتاعي، دارت في الدوار نتاعنا، باش ما نقولش نتاعي، في الدوار نتاعنا، باش نقول ما نقولش نتاعنا حنا، نقول في الدوار تاع الشاويه. داكوغ، لا بروميير ريونيون، الضربه الاولى في عين السيلان، هذه الاولى. ثانيه، الكرتوشه الاولى اللي تكلمت في خنشله، لا بروميير بال دو لا ريفوليسيون، باش يكون في علمك. ومن بعد انتقل عند الشاويه وراحت كامل عند الامازيغ، هذه الثانيه. احنا مدينا المئات والالاف نتاع الشهداء والالاف نتاع المجاهدين باش حررنا البلاد، وهذه ماهيش غريبه علينا. انا نسكن في خنشله، خنشله مدينه دهيه ومدينه اكسل، اللي حتى هما حاربوا بني عمك اللي جاوا باسم الدين ودخلوا علينا. داكوغ، انا عمي خبابة شهيد طرقوا في وسط خنشله، واليوم هذاك كيف اسمه لا رو هذيك مسميه على عمي خبابة. داكوغ، دونك ما كان لاه تزايد علينا انت في الهضره نتاعك هذه وما نعرف واش ما تاكلش هذه، قلتوها بكري وما تنجموش فهمت. دونك خليك ترونكيل، ما تعرفش الناس، ما تهضرش على الناس، ما تهضرش على الناس. واش راح دير لنا كيما واحد السيد ثاني اللي جابها طول من جابها، وحنا والشهداء وما نعرف واش، وهذو ولاد الحركه وما نعرف واش، وبداو يعطيو له طالع وزاد دار طلع وعطاو له وعطاو له، ومن بعد راح يهاجم في الناس اللي خاتينو حتى نروحو جابولو جابولو كيما قال واحد التاريخ وجابولو. متخليناش نهضرو هضره اللي ماهيش مليحه، حنا ماناش هنا باش نزيدو نحطو الموس في الجرح ونبداو نديرو. الناس يقولو كي ضل البنيه نتاعك مبنيه بالقزاز، ما كان لاه تحادف الناس، ما كان لاه تحادف الناس، كبير احشم كيما يقول واحد.
نغلق القوس هذا. الوغ كما قلت لكم اهتزت هذه حي بوراس بمليانه على خبر مفجع اللي وين لقاو عائله متكونه من الرجل هو رب الدار، الزوجه نتاعو، وخلنا يقولوا ولده، وخلنا يقولوا بنته. مازال ما كانش خبر صحيح، مازال ما كانش خبر صحيح. لقاوهم كما قال واحد مقتولين، والمعلومات الاوليه تقول باللي يقولوا باللي مذبوحين، خلاص مذبوحين. ولحد الان ما عرفوش الاسباب والشيء اللي صار لهاد الناس هذو مساكن. الله يرحمه الله يرحمه. هذه ماهيش مفاجاه على كل حال، ماهيش مفاجاه. علاش؟ باسكو انا نقول لكم علاش. باسكو كما قلت لكم الجزائريين ولاو 99% دواعش وداعشيات، كيف كيف داعشيات ودواعش. الشيء اللي يصرى عندنا احنا ما يصراش في حتى في بلاد، حتى ولو كانوا هاد الناس هادو كيما قالوا يحبوا يقتلوا ناس، ما يقتلوهمش بالطريقه هذه. كاينه طريقه للجزائريين ولاو يتفنوا فيها، داكوغ. دونك لا غالب حنا الجزائريين ولينا دواعش، لا غالب الشيء اللي تشوفوا فيه دركا هذا هو الدليل، لا بروف. دونك فوالا، روحوا لاي دوله، اي دوله مصراو ولا حوادث هذو مصراو، روحوا تلقاو باللي تقابلوا ناس، واحد هز الموس ضرب واحد كذا من مي بالطريقه البشعه اللي قتلوا بها هاد الناس هذو. ما نجم الا نقول باللي سي با اون سوربريز. احنا الجزائريين من التسعينات ورواح، ولا من الثمانينات ورواح، ولينا دواعش. وانا ملومش على ملومش بزاف على سمحوا لي دقيقه، انا ملومش بزاف على هذا الناس هادو الدواعش هادو الذباحين هادو القتالين، ما نلومش عليهم بزاف. انا اللوم نتاعي على المسؤولين، المسؤولين على البلاد هما اللي سبب الشيء اللي راهو صاري دركا، واللي صرا في التسعينات، ولا اللي راهو صاري دركا عندنا. هما السبب، المسؤولين نتاعنا هما السبب الاول. ما كان حتى شوف يغلطكم واحد اللي يقول لكم باللي سبايبنا اليهود، وسبايبنا الامريكان، وسبايبنا فرنسا، وسبايبنا المغرب، وسبايب هادو كامل راهم يهفوا في الناس، وراهم يطارشوا برك هكاك هذا مكان. باسكو السبب الاول، السبب الاول اللي تسبوا في هذا الشيء اللي راهو صاير لنا، تسوى اللي كريم للمشاكل للقبضات للبلاد كيفاش راهي، هما المسؤولين على البلاد، هما المسؤولين على البلاد. وانا صغير مازلت كيما قال واحد، مازلت نقرا في الوقت السبعينات، كش ما تسمعوا نتوما واحد يذبح واحد؟ كش ما سمعتوا نتوما؟ جامي. حنا مارفين نرقدوا حتى البيبان نخليوهم محلولين. انا كنت صغير نشفى عندنا حوش الباب ما يتقفلش، خلاص ما يتخفلش خلاص. عمرنا ما شفنا حنايا سرقات، ولا شفنا القتيلات، ولا شفنا ذبيحه، ولا شفنا جامي. بورتون خنشله الوقت هذاك ثاني فيها، كانت فيها وقيله ثلاث تبرن، ثاني ثلاث تروا بار، تروا بار محلولين اش 24. مي جامي نسمعوا بواحد ذبح واحد، ولا ربي يساعدنا نسمعوا صح واحد قتل واحد بالرصاص. بوركوا؟ باسكو تخافوا عائلات في بعضهم، ولا كذا، ولا من هذي نسمعوها قليل. وين نسمعوا واحد ضرب واحد بالرصاص، ولا واحد قتل واحد بالفوشي، تيرا عليه تقاضوا، ولا كيما تصرا في العالم كل. مي وقتاش بدينا نسمعوا بالذبيحه هذه، الله يذبحهم مع الوقت ان شاء الله،
منها خلاو الناس راحت بعثوهم لافغانستان جماعه هذو الاسلاميين الذباحين هذو جماعه حماس وجماعه هذو بوياهم علي وجماعه هذو الذباحين القتالين هذو جماعه اللي باسم الدين بعثوا الناس لافغانستان وبعثوا الناس للبوسنه والهرسك وبعثوا الناس اللي روحوا للعراق وبعثوا ولاو جابوا لنا هذ الناس هذو جابوا الاسلام جديد وجاو يذبحوا في الجزائريين ويقتلوا في الناس ويذبحوا في الناس. هل العمليه هذه اللي صارت نتاع الناس هذو اللي انا مازلنا ما على بال والو راني قاعد نهضر هكاك برك مازال لونكيت هذا وين بدات مازال ما على بالناش واش صاري. انا نحطها 99.99% عمليه ارهابيه. السيد مازلنا ما نعرفوش شكون هو السيد ربي يرحمه على كل حال مازلنا ما نعرفوش حتى نجيبوا معلومات عليه. السيد هذا اذا راه كان في الجماعات الارهابيه ريغلمونت كونت باش نتاهم مليح، واذا كان يخدم في الامن وخرج روترات ولا كان منا عمليه ارهابيه وخلاص في الجهتين. اذا السيد هذا ربي يرحمه كما كان عنده اتصال بالجماعات الارهابيه هذه راهي سي نورمال يكون ريغلمونت كونت، واذا السيد كان في جهاز الامن وخرج روترات وكذا ومنا تصفيت كما قال واحد راحوا صفاوه الارهابيين الذباحين. انا نقول لكم باللي 99.99% عمليه ارهابيه. وبوتيتر دوك يوليو يلموها وخلاص. وقال واحد مهبول وخلاص مش ما يقولوش عمليه ارهابيه، يقول واحد مهبول. قالت واحد الوقت عطاونا بعض انا ما قالوليش انا كون اللي يقول لي مازال ما ولدتوش مو مازال ما ولدتوش مو الانسان اللي يجي يقول لي ما تقولش ارهابيين ولا ما تقولش كيف اسمه ما تقولش وقت الارهاب. وقال كما هما سنين المحنه ولا المأساة ومن هذه كامل ولدته مازالت ما ولدتوش مو اللي نجم يقول لي كيما هكا. بعثوها لنا قال اودي راهم الجماعه ما يشتيوش تقولوا كيما هكذا باش ما بور نو با بوليميكي وما يعرف واش. لا 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 انا جو سيت لا شوز باغ سون نو. هادو ارهابيين دي كريمينال ذباحين عمري ما نحبس عليهم من للاخر الدنيا. كان شي هذه تاع قال حقا المآسات. واش من مآسات هذه؟ واش من مآسات هذه؟ الناس هزوا السلاح بداو يذبحوا في الشعب بداو يذبحوا يقتلوا في الناس ويقتلوا في العسكر ويقتلوا في لابوليس. تقول لي انت مآسات؟ ما كانش مآسات خلاص. هذو سي دي زاني نتاع ذبيحه نتاع قتيله الناس باسم الدين. راهم دركا داعش يدير كيما هما سي لا ميم شوز كيما داروا ثاني ماليهم الاولين اللي جاونا باسم الدين وجاو دخلوا على الفتوحات وكذا كيف سي لا ميم شوز اللي راهم يديروا فيها اليوم داعش سي لا ميم. دونك باش يكون في علمكم ديما راهم ما يهضروش باش نتاهموا مليح راهم ما يمدوش ما كانش يلموها وقالوا مجنون كيما علم فواره يا اخي عين فواره قدا خطره هي ويمسحوا يمسحوها قال مهبول. المهبول هذا يعرف عين الفواره. المهبول هذا ما يكسرش دارو ما يكسرش يجي معدي على طاكسي يلقاها يحطمها. مهبول انا كي مهبول المسكين كي يخرج من دارته وما على بالوش شنو يدير لو كان يلقى الطوموبيل تاع باباه قدام الباب يهرسها. لا المهبول هذا يعرف عين الفواره يروح ديريكت لعين الفواره. دونك يلموها في هذه القضيه كما قال كما هذا وقال فوالا هذه هي. على بالكم خطره واش صرا في باتنا؟ خطره صرا في باتنا زوج من الناس هبطوا من جبل ارهابيين سلموا رواح كي يسمعوا بهم صحابهم نساو لهم القضيه مده قلت 3 سنين ولا ما عرف قداش ولا اكثر وهبطوا لهم ذبحوهم في وسط باتنا وذبحوهم في وسط باتنا في الكارتي اللي يسكنوا فيه في زوج
دونك سي ا بوبخي لا ميم شوز. وزيد كيف اسمه الجريمه الاموت نتاعهم نتاع القتيله هذه نتاع الناس دي بروفيسيونيل تاع القتيله نتاع البروفيسيونيل ماهوش تاع كيف اسمه نتاع نو لي بروفيسيونيل تاع الارهاب لي بروفيسيونيل تاع الارهاب خاطر الارهابيين هما اللي يديروا الشيء هذا هما اللي يديروا الشيء هذا صديق يديروا الشيء هذا يذبحوا الانسان وراسو يفصلوه على الجسد نتاعو على حسب المعلومات اللي جاتنا لي تروا كور يقولوا باللي لي تيت اون ايتي ديكابيتي دونك هذه من الناس ما عارفين يديروا هذا الشيء هذا ما عارفين يديروا الشيء هذا في خنشلة كلحونا وقيلا تروا فوا إذا ما كنتش ربي تروا فوا كلحونا تروا فوا جو بونس مي ما خليناهمش يدخلوا خنشلة ما خليناهمش يخشوا خنشلة نفضل واش نفضل الرجال الفحولة ولا خنشلة الشاوية الحرار في كل دوار مسلحين ما دخلش واحد اللي يدخل يموت اكل هنا نهار ما على بالناش حنا بالقضيه هذه بعد وين جابوا 11 ايطالي جابوا الايزيتانيان يخدموا في واحد البلاصه شويه خارجه خنشله بواحد 50 كيلومتر ولا اكثر جاوا في الليل ونحاولهم دمغيهم في 11 والدمغين داوهم الدمغين داوهم نحاولهم دمغيهم وداوهم لليوم ما لقاوش الدمغين هذوك لي جيتانيان رجعوهم لايطالي بلاش دمغين سون تيت دي كور سون تيت ولا فوت شويه جات من فوق ماهوش من عند خنشله ماهوش نتاع خنشله باسكو نتاع خنشله لو كان جينا على بالنا باللي الناس هادو يخدموا ثما ما كانوش يتقتلوا ما على بالناش واحد ما على بالو بلا ما يخدموا ثما جابوهم السر زعما يخدموا ثما فوالا فوالا سكي سي باسي دونك الناس هادو ما فين يحسبوا يروند كونت الامير نتاعهم بالدمغين يديو الدمغين معاهم قالها هاك فوي ان بو كيف لو مود اوبيراتوار نتاع واش داروا الناس هادو سي لو ميم كي نتاع جيا ونتاع جي اس بي سي ونتاع لاي اس سي لو ميم مود سي لو ميم مود وما نعرف كيما قلت لكم دوك يوليو يلفوها في قال ريغلومون دو كونت ولا قال مهبول اذا لقاو الجاني اذا لقاو الجاني باسكو دوكا يقدروا الناس هادو يقتلوهم ثم يسكنوا ثم في عين دفله يقتلوا يقدروا اذا ما مش في جبل يقدروا راهم في راهم في عند دفله وعند دفله معروفه بالارهاب للناس اللي كانت فيها دونك ربي يرحم الناس هذو تاع عزينا العائلات نتاعهم ان شاء الله نجيبوا المعلومات في السمانه الجايه ان شاء الله مي لو بروبليم اللي وين هو كيفاش يعني حتى الناس بزاف تسالني ويقولوا لي واش هو الحل باش نخرجوا من هذا الشيء هذا اللي رانا فيه والشيء هذا اللي منا انا نزيد كما قلت لكم انا عمري ما نبسط الامور ونقول لكم باللي يا صاي هي كيفرج الله وكذا يفرج الله يفرج الا هو هذه رسمي مي ما درنا والو باش يفرج علينا ربي ونريان فيه ونريان فيه او كونترير مازلنا نديرو في لي فاكتور نتاع التسعينات اليوم مازالو كاينين مش كاينين ils ont été multipliés par 1000 tous les facteurs اللي داروا لنا التسعينات مازالوا لحد الان multipliés par 1000 وهذا كامل تحت انظار المسؤولين وهما اللي باركوا في الشيء هذا وهما اللي باركوا في الشيء هذا خطرش على بالكم هذو الاسلاميين الدباحين هذو اسكو هبطوا لنا من بالباراشوت اسكو بعثوهم لنا فرنسا اسكو بعثتهم لنا الامريكان ما نغلطوش روحنا يا جماعه ما نغلطوش روحنا الارهاب هذا اللي يعيطوا له الارهاب الاسلاموي ما جاش هكاك ما جاش هكاك جا كي قلت لكم كي بدا جماعه حماس وجماعه هذو بداو يتحركوا بداو يحبوا ينعتوا لنا الاسلام نتاعهم الجديد هذا اللي جابوه جديد هما
وربي قال والرسول قال او اليوم ولاو يحرموا حتى باش الواحد يقرا القران في الجامع ديال البدعه ما تقراش. ولا حتى الانسان يحب يدير عيد المولد قال بدعه ويجي واحد يكتب لي ولا يكتب ذوك النهارات قال لك وعلاه السعوديه ما ديرش كيما حنا، علاه ما يديروش الشخاشخ كيما حنا، وعلاه ما يديروش الشمع كيما حنا، وعلاه ما منا وعلاه منا. الناس مساكن يخلطوا الامور، هما يحسبوا بلي العيد المولد هذا ايا في كل البلدان اللي فيها الاسلام يشعلوا الشمع ويديروا الشخاشخ ويديروا مي غلط يا سي محمد. يو كل البلاد وعندها كيما قال واحد نتاعها، حنا مال فين نديرو كيما هكا ملي زدنا وحنا نعرفو كيما قلت لكم. انا كنت صغير نشفع عليها ملي كنت صغير عيد المولد هذا نخرجو حنا الاولاد نديرو واحد العصا كيما هكا ونلوحو فيها واحد القوطي نحلوه ونديرو في وسطو شمعه ونضلو نجريو بها. دونك هادو حاجه اختصاص الجزائر. في تونس بالك يديرو حاجه اخرى، عند خاوتنا المغاربه يديرو حاجه اخرى، في السعوديه ما مش مالفين يديرو. قال لك علاش السعوديه اللي زعما زاد تم الرسول وما نعرف واش وما يداروش. ايبا حنا ماناش سعوديين، حنا ماناش سعوديين يا خويا. كل واحد عنده الطريقه نتاعو كيفاش يحتفل، كل واحد عنده الطريقه نتاعو كيفاش يحتفل. حنا العراس نتاعنا زي وهما العراس تاعهم زي، حنا الغنى نتاعنا زي وهما الغنى نتاعهم زي. علاه في السعوديه عندهم الراي هما؟ يفو با نخلطو الامور. سبحان الله، لا حنايا نلبسو شيشان كي السعوديه ونديرو على ريصانا هذاك الخيط هذاك، كل واحد عنده كيما اللباس نتاعو التقليدي، كل واحد عنده اللباس نتاعو التقليدي، كل واحد عنده الغنى نتاعو التقليدي الاخر، كل واحد عنده. احنا عندنا البرنوس، عندنا القشابيه، عندنا هذا واش عندنا حنايا الشاش كيما قال واحد. مي هما لا، هما عندهم هذاك الخيط يدو على لسانهم هذاك، وعندهم القميص وعندهم كذا وعندهم كل واحد عنده نتاعو. دونك بريميرمون باش نبداو نقضيو على الارهاب، والله لو كان نقضيو على الارهابي الاخر اللي في الجبل، سمعوني مليح باش تفهموا واش نقول لكم. والله لو كان نقضيو على الارهابي الاخر اللي في الجبل نقضيو عليه. الارهاب يبقى ديما كاين. يسالني واحد يقول لي ما هو الحل؟ ما نحاربوش الارهابيين؟ لا غلط، غلط. الارهاب نبقاو ديما نحاربوه. واحد السيد والله يضحكني والله. هذا سي صفصاف، هذا مش صفصاف، صاد صاد 3176. هذا السيد هذا يكتب لي درك يقول لي دير الخير في القطوط وتكلم الصباح بالكلام الفاحش، ربي يهديك. يهدينا ويهديك يا اخي. انت وصلتني باش نقول لك الشيء خطرش، علاش انت وصلتني نقول لك هالشيء هذا؟ باسكو واحد الوقت قلت لكم باللي راهو ساهل الانسان باش يقول الحوايج ماهمش مليح. انا قلت لك انا قادر نقول لك حوايج عمرك ما سمعت بهم انت، خلاص ماهوش كي عادني صحافي وراني عاقل وراني كيما قال واحد اطار وراني راك تجي انت تقول لي واش بغيت وانا نرد عليك بالعسل. لا لا لا، ساعات نرد عليك بلو لونغاج اللي تفهمو انت، خاطرش انت تفهم اللونغاج كيما هذا. لازمني نقول لك الكلام اللي داير. كي تجي تقول لي نعت راسك وما نعرف واش هو وتكلم واحد الكلام الاخر، وانا فهمتكم كدا خطره يا اخي. انت تحب تشوفني لواش؟ الواه تحب تشوفني الواه؟ تعرفني انا الناس صحابي وحبابي والناس اللي تعرفني يعرفوني وعندهم لي فوتو نتاعي وعندهم انا شو جورناليست. انا خدمت في لوسوار دالجيري، خدمت في ليبرتي، خدمت مع الوطن، خدمت مع لا راديو، مع صلاح الله يرحمه، مع سكينه بوطمين، مع الناس تعرفني.
سي با لا بين حتى نعت روحي سوغ لي ريزو سوسيو، ما حبيتش نعت روحي على لي ريزو سوسيو، ما ضرليش، ما نعتش روحي ما ضرليش، مي نتا نعت روحك لواش؟ واش بغيت؟ هاو كتب لي تحب نتلاقى انا وياك، نروح نتلاقى انا وياك، اعطيني بلاصه اللي نتلاقى انا وياك فيها، ولا تحب نهضر معاك ولا منا، ما ت... انا مدرب روحي زعما الناس ما تعرفنيش. هز لا لا هذه لا فيديو هذه وديها للشرطه، قال السيد هذا شكون هو؟ دوك يقولوا لك قاعد تحب، اديها للدرك الوطني، روح اديها وين بغيت. هز لا فيديو هذه وكان السيد هذا ها هو واش يقول، واش يقول ولا منا، انا حبيت نعرف شكون هو، ولا حبيت نشكي به، ولا حبيت. ملي كي تبدا انت تحب تنعت القرون نتاعك الرد نتاعي راح يكون كيما قال واحد سي نورمال، سي نورمال. وقدا الخطره نقولها لهاد الناس هذو اللي يحبوا يقولك نعت روحك، واش نعت روحي يا خويا؟ انا ساعات نشوف بوتيتر النساء هما اللي يحبوا يشوفوا الراجل، ولا مين تاك راجل يا محمد واش تحوس عليا؟ سبحان الله واش تحوس عندي يا خويا؟ دابور يفودري تجاوبني على الشيء اللي نتكلم فيه، ما تجاوبنيش واش لابس ولا واش نتكيف ولا واش نتقهوى ولا هذه حاجه عندها حتى علاقه هذه سي شي شوز بريفي. جاوبني على الشيء اللي رانا نتكلموا فيه، جاوبني ونجاوبك، جاوبني ونجاوبك. مي تحب تنعت روحك انت، ولا تحب تنعت روحك بلي راك حتى تعرف تقول القباحه وتعرف يوم لو كان كل قباح، حنا كلنا قباح بصح ما يخلصش القباحه، ما تخلصش ما تخلصش. دوك الواي انت بلي كي تجي تعدى عليا نخليك، ما انا صحافي لو كان تجي تعدى عليا نخليك سي نورمال. لازم جو ريبليك وزعما ندافع على روحي وجو ريبليك، وساعات على الغالب توصلني نقول لك كلام كيما هذا، انت اللي وصلتني انت جاوبتني، اسكو قلت لي كلام جاوبتني على الاخر وكتبت لك انا كلام اللي موش مليح، انت اللي بغيت، انت انا خطيك وانت جيت نعت روحك وما نعرف واش وتقول لي كلمات ما نعرف واش، ما رديت لك باللونغاج اللي تفهمو انت، خاطرش لو كان فهمتك لو كان هضرت معاك باللونغاج يكون مليح ويكون منا ونقول لك كذا ومنا ما كنتش تحبس كنت تزيد. مي دركا هاك وليت تقول لي مد وين مد القطوط ونمد العباد ونمد ندير الخير في الناس وندير للناس اللي قصدوني والناس اللي وي انا ديما ندير الخير سواء في القطوط في الفراخ في اي حاجه ندير الخير. نبصح ناس كيما انت مانيش راح ندير فيهم خير، الناس اللي يقولوا الكلام ماهمش ملاح ولا اللي يسبوني ولا اللي لا غالب راك ديت لا ريبونس ديت لا موني تاعك كيما قال واحد زعما كان سي تو. الله يهدينا ويهديك يا اخي على كل حال. فوالا الوغ هاو نزيد نعقب لك الكومونتير تاعك ها انا جلي كيما قال واحد راني عقبتو لك فوالا. نهار كي تحب تجاوبني وتجاوبني على الشيء نهضرو قادر ما نتفاهمش انا وياك في الكلام حتى بخبلان، الشيء اللي كنت نهضر فيه انا بالك انت ما دخلكش راسك ومن حقك ونحترم رايك، نحترم رايك. قال ولدي راك غلط في هذه راك غلط في هذا غلط في هذه، يا اخي هذا رايك نحترمه وخلاص، بدات نكونوا متفاهمين في كاش حوايج وحوايج اخرى ماناش متفاهمين. مي توت سويت نتوما اللي ما تهموش معاه هاك حركي هاك من عرف ولد حركي هاكم من عرف وشي هاكم من هذو كلام ما عنده حتى معنى ديما هاي هاك تعرف هذو ما عرف اسمه المخزن هذو ما عرف وشي هاك تاع هم بني صهيون يمشيو فيكم يا ولدي. اللي عنده حاجه اللي عنده حاجه يجيبها يا اخي، هز يا اخي راسنا نخدم على الصهاينه، هز اخويا لي بروف اللي عندك وما تجيبهمش ليا، اديهم للشرطه اديهم للامن. قال اخويا السيد هذا هاو يخدم على الصهاينه هاو جبت لكم هاو، ولا يخدم على المخزن اخويا هاو انا جبت لكم هاو تليفون هاو تليفون هذا اخويا هاو رايحين يشكروك ويقول لك بارك الله فيك وانت مواطن كيما قال واحد شتي بلادك يعطيك الصحه. مي تبدا غير طيش برك كذا ما تفهمش مع واحد تبدا تطيش عليه، يا ناه ثاني قادر نطيش عليك امور ما يعجبوكش، والشي اللي رديته لك ما نحبش نقولو، مي مادام انت وصلتني لا غلب لا غلب. وهذا هو الجواب اللي نجاوب الناس اللي تحب تنعت روحها. وقلت لكم واحد الوقت راهو الانسان كيسب الواحد ولا يقول كلام، راني قادر حتى انا ثاني نقول لك كلمات اللي انت جامي سمعتهم في حياتك جامي سمعتهم، مي ساعات ما نقولهمش علاش باسكو انا متأدب، مي الغالب راه ترى راني بشر كي نكون انا نخدم ونشوف انا يبعث لي واحد كيف اسمه يكسر لي في راسي ساعات
كما قال واحد يهرب بيا الحصان وخلاص. على كل حال نرجعوا للموضوع نتاعنا. نهار كنحبوا كتقول لي كيفاش نحيوا الارهاب من بلادنا، الارهاب ما يتنحاش كيما هكذاك، ما نجموش نقضيو على الارهاب افيك لو تو سيكوريتير، سيتادير نخرجوا لارمي والجيش ولا بوليس ومنها اقتلوهم وقال صاي تنينا منهم. نو نو، هذوك لازمهم لازمهم او يتحكموا وحطوهم كيما قال واحد عند الام عند معسوسين ويقعدوا ترونكيل كيما قال واحد، ولا يسون اليميني للناس اللي في هذا السلاح لازمهم يسون اليميني، هذه رسمي. بصح قبل ما نديروا الشيء هذا كيما قلت لكم عطيتكم واحد الوقت المثال والناس فهمت وخا ما فهموش، ها هو نزيد نعطيكم مثال بالمكتب نتاعي. المكتب نتاعي هذا وين تصب المطر اكزومبل، وين تصب الشتاء وين اشاك فوا ولا بلوي طومب، انا عندي باكزومبل الماء يدخل للمكتب. واش ندير انا؟ هاو يدخل الماء، هاو يدخل، هاو يدخل، كي تحبس النو نروح يحبس المطر نروح نجيب انايا البالي ونكون نسالك الماء هذاك نخرجو، هاي حبس المطر. ديسي 15 جوغ يصب المطر يا اخي يكون نفس الشيء ولا لا؟ عام عامين يبقى ديما المطر يصب وانا نخرج. بصح بور ماتر ديفينيتيفمون فان هذا الشيء هذا واش ندير؟ لازم نجيب سبيسياليست يطلع الفوق فوق لادال يشوف واش راهو مكسر، يعدلو ويدير ليتونشيتي ويدير كلش. اسكو يكون بعد المطر كيصب اسكو يصب عندي؟ ما يصبش. حتى الارهاب سي لا ميم شوز، نبداو له من لي زوريجين نتاعو، لازم نفهموا الساعه لي زوريجين نتاع الارهاب شكون هو، ونبداو من ثم نحاربوا الارهاب من لي زوريجين نتاعو. لا ما تلعبش معايا انا في الضربه هذه، خلاص الانسان اللي يحب يربي الارهاب ثم بعد نقضي عليه سير بلاص باش الاخر ما يلقاوش. ما كانش منين يجي الارهاب، بين كل تغلقوا كلش تنحى كلش كيف تحب يجي يجيك الارهاب. حتى السيد طفل هذاك اللي يزيد يبدا يزيد في عالم اخر ما فيه لا لا الجذور نتاع الارهاب ما فيه والو ما يكونش الارهاب. مي ما داروا اليوم الناس اليوم في ليزيكول نتاعنا، ليزيكول نتاعنا اليوم في التعليم نتاعنا راهم يعلموا باش الناس تخرج ارهابيين. كيف تقول لنا نحب نقضي على الارهاب؟ سامحني ما نقدرش عليه، انا ما نكونش منافق ما نفقكمش. في لي زيكول يعلموا الارهاب، في الجوامع يعلموا الارهاب، في لا سوسيتي يعلموا الارهاب، في كامل تقول لي نقضي على الارهاب، يقولوا لك ما تنجمش تقضي على الارهاب، امبوسيبل امبوسيبل. يكذب عليك اللي يقول لك، يكذب عليك. نهار نحبوا نقضيوا على الارهاب نبداو من الجذور نتاعو ونجيو طالعين، ثم اني معاك تما نقضيو على الجذور نتاعو تو دابور، والناس اللي راهي في الجبل يسون إليميني، وتشوفوا كيفاش البلاد تولي ساعة ما يكون فيها لا عنف، ما يكون فيها لا ذبيحة كيما هذي. هو ما يكونوا دي كا، يكونوا دي كا، مي واحد يهز كرسي يقتل واحد، واحد يهز بي اي يجبدها يتيري على واحد، واحد هذي تكون يعني سي دي كا يصراو. مي باش يصراو حوايج كيما هذو ولا كيما صراو لنا في التسعينات اللي الناس تذبح في الناس والقيله حاميه، يغتصبوا في النساء مسلمات باسم الاسلام، وما زلنا لليوم لليومنا هذا الناس هذو راهم خارجين وراهم ساعات ساعات يديروا يتكلموا في لي ريزو سوسيو، واخرين راهم في الخارج نعرفوهم بالواحد، اخرين سامحوا حتى في لاناسيوناليتي الجيريان ومازالوا اليوم يبلاقيو ومازالوا يديروا ومازالوا يجيو يحرشوا في الناس ومازالوا مازالوا مازالوا مازالوا، وتجي تقول لي نقضيو على الارهاب امبوسيبل امبوسيبل. العنف والارهاب راهو في ازدياد وعده عوامل خلات هاد الناس هذو يصراو كيما هكا. حتى كيف كيف حتى لو كريم اورغانيزي، وحتى الناس تسرق صباط من المسجد. علاه يسرق صباط من المسجد وكان جا عنده السيد هذا ما يسرقلكش الصباط؟ علاش مدير ولا انسان ريسبونسابل يدي الرشوه؟ علاش؟ باسكو لي مال بيي، خاطرش لو كان يجي دار عنده والدوله سهلت له كيما يديروا في البلدان المتحضره والبلدان المتقدمه
اي واحد يحب يروح يجيب طوموبيل يكون خدام يروح يدي لافيش دو باي تاعو، قال واش تحب من طوموبيل كذا، نحيو لك طون دو فبار موا كيما قال واحد، تدي مش محتاج طوموبيلك انت ومش محتاج تعطي له سوار دو كون، وتزيد وتزيد ثاني لا مونتاليتي، فو انفستير دون لي مونتاليتي باش خطر اخرى ما يقبلش واحد يدي عليك الرشوه، محال محال. لو كان تجي تقول لي نعطيك رشوه نهز تويت نعيط لك الشرطه يجيوك تويت تويت، ما يقبلكش ما يقبلكش. مي درك راكم تشوفوا الدنيا مخلطه بكراع كلب كيما يقول واحد. ربي يجيب الخير على كل حال، ما نطولش عليكم، نقول لكم قيم دين هنا. بونسواري يا توتي يا توس، ادومان ان شاء الله.